بسم الله، في هذا الفيديو هنتكلم عن creating multi process باستخدام لغة السي. فنبدأ بأننا نسوي مجلد نسمي process. طيب نعمل ملف code main.c ونعمل نحط التمبلت للغة السي. هنستخدم function اسمها fork. هذه الفانكشن تحتاج الى اللايبراري، بس خليني افتح ويندو جديدة واقول man fork. لاحظ هحتاج الى هذه اللايبراري sys-types و unistd. هذه الفانكشن حتعمل لي child process و parent process. اوكي طيب تعال نشوف. اول شيء اضيف اللايبراري، اقول include sys/types.h اوكي و include الأولى غلط unistd.h، هذه نعدلها ud. اوكي الآن ننتقل هنا في المين فانكشن. ايش نسوي؟ نحفظ نشغل الفانكشن ونحفظ القيمة اللي راجعة من الفانكشن. ليش؟ لأنه هذه الفانكشن بترجع قيمة، هذه القيمة هي اللي بتحدد مين البروسيس child ومين البيرنت بروسيس. فخلينا أول شيء نشوف هذا الكلام كيف هيكون. فمثلا عندك هنا المين بروسيس، لنفرض انه هذا هو المين. وهو بعد ما نشغل الفورك حيكون البيرنت. اوكي فهذا البرنامج فيه مجموعة من الكوماند، بعدين انت تيجي بتعرف PID وبتقول هذه الـ PID حأخذ فيها قيمة الفورك. اوكي طيب قيمة الفورك هذه بتختلف بعد ما تشغل الفورك. حيصير عندك برنامج ثاني إضافي. البرنامج الثاني هذا فيه نفس الكود ولكن يعامل معاملة مختلفة. فهذا البرنامج الثاني حيصير اسمه child وفي نفس الكود، حتى الـ PID تساوي fork. لكن لاحظ وقت التشغيل هنا هذه المسافة كلها من 0 second إلى لنفرض مثلا 3 second ما كان في child process. child process متى جاء؟ بعد 3 second. فبعد 3 second أصبح عندك parent و child. متى؟ بعد ما اتعمل execution للفورك. طيب تعال نشوف ايش اللي بيحدد parent و child. قيمة PID، قيمة PID هنا في parent بتساوي رقم، لنفرض 1 2 3 4، بينما قيمة الـ PID في الـ child دائما بتساوي 0. فإذا رأيت أنت قيمة الـ PID شيكت عليها ولقيتها 0، معناته هذا الـ process هو child. إذا لقيت قيمة الـ PID أكبر من الزيرو معناته هذا parent. أوكي تعال نطبق هذا الكلام. فنقول أول شيء نعرف PID T ونسميه PID.
بعدين أجي هنا وأقول له PID بتساوي أوكي. وهنا أجي أشيك على الـ PID. إذا زي ما قلنا هنا في المثال إذا كانت أكبر من الزيرو معناته هذا الـ parent. فهنا نقول أكبر من زيرو إذن هذا حيكون parent. else هذا حيكون child. طيب تعال عشان نوضح أكثر نقول له print f ونستخدم function ثانية. تعال نشوف الفانكشن الثانية هنا. هقول man get PID. هذه function get PID وفي function أخرى get PPID. هذه two functions تعطيني إيش ال process ID ال PID وال get PPID بتعطيني ال process parent PID يعني ال process اللي شغل ال process الثانية. فتعال الآن حنطبق هذه الفانكشن بس نحتاج أول شيء نضيف اللايبراريز حقتها اللي هي sys_types و unistd وإحنا أضفناها already هذه اللايبراريز. فحنقول هنا أقول مثلا في الparent أطبع parent وأقول له PID نقطتين أو لا أقواس أحسن وبعدين أحط الرقم وبعدين أعمل مرة أو سبيس وأقول PPID أو الparent ID وأحط الرقم. طيب إيش الأشياء اللي أبغى أطبعها؟ functional get PID و functional get PPID. هذه two functions. نفس الفانكشنز هذه حتشتغل في child ولكن النواتج حتختلف. تعال ننسخ هذا الكلام ونيجي عند child وفقط نغير ايش كلمة parent الى child بس. طيب إضافة بسيطة هنا في الـ output عشان يترتب حنحط إيش new line وهنا حنحط كمان new line. طيب الآن الـ two processes هذه في بعد هذه النقطة خليني أوضح لك هي هنا بعد هذه النقطة الـ two processes حيشتغلوا at the same time. فنحتاج إننا يعني حيدخل الناتج إذا كانوا بيسووا نفس الكود حيدخل الناتج حق الأول مع الناتج حق الثاني فنحتاج إلى إننا نفرق. فمثلا نخلي واحد يتأخر شوية عن الثاني فنخلي الشايلد يتأخر شوية عشان أو عفوا البيرنت يتأخر شوية عشان الشايلد يخلص الفانكشنز اللي عنده وبعدين يرجع لي child. فنيجي على child ونقول في child نبغاك تتأخر شوية sleep parent. نرجع هنا في parent نقول parent نبغاك تتأخر شوية sleep one second okay. وهنا في child نكتب له كمان printf ونقول له child terminated يعني انتهى. وهنا بعد sleep هنقول له برضو printf child عفوا مو child parent terminated okay new line وهنا new line
وبكده يكون ال parent هيشتغل، بعدين يشتغل ال child، بعدين يخلص ال child ويخرج، وبعدين يخلص ال parent ويخرج. تعال نحفظ الملف ونعمل له compile زي ما تعلمنا. ال output هيكون مثلا نخليه multi process، اسم البرنامج مالتي بروسيس، ونقول هذا المالتي بروسيس نشغله. لاحظ طبع البيرنت البي اي دي، وطبع البروسيس بيرنت اي دي، وبعدين طبع التشايلد، وطبع البي اي دي، وطبع البيرنت. ولاحظ البيرنت حق التشايلد والبروسيس اي دي حق البيرنت متطابقين. ليش؟ لانه البيرنت الاي دي حقه هو نفس البيرنت اي دي حق التشايلد، لانه هذا البيرنت حق التشايلد. بعدين انتهى التشايلد، وبعدين خرج البيرنت. طبعا هذا الترتيب الطبيعي لاي برنامج يشتغل يكون مالتي بروسيس، بحيث انه البروسيس الاول يشتغل، اذا يعمل فورك لبروسيس ثاني، البروسيس الثاني ينتهي، وبعدين ينتهي البروسيس الأساسي. أوكي؟ في طريقة ثانية لعمل نفس الترتيب، ولكن بأسلوب أفضل من إني أكتب فقط wait. يعني لاحظ هذا الويت هنا، أو عفوا sleep، أنا مش مضطر إني أحدد الوقت، قد يكون الشايلد بيستهلك وقت أطول، فأنا أخلي البيرنت ينتظر إلى أن الشايلد يخلص وبعدين يكمل. لذلك السليب أو الديلي طريقة غير عملية، لأنك ما تقدر تتنبأ قد إيش الشايلد حياخد وقت، هل هو 1 second 2 second 3 second 1 hour، ما تعرف. فايش الحل؟ الحل بسيط، في فانكشن ثانية اسمها wait. لو نيجي هنا ونقول له manual wait، فهذه الفانكشن ايش بتسوي؟ فعندك wait، wait PID. wait بتاخد status عشان بتحدث الستاتس، و wait PID بتاخد PID وبتعطي status، وممكن تاخد options كمان. الفكرة انها بتنتظر الchild الى ان ينتهي، وبعدين بترجع الaction الى الparent. فالparent لما يوصل عند الfunction هذه ويشغلها wait، حينتظر، انتظر ايش؟ signal، اشارة من الchild انه خلص، بعدين يكمل بعد هذا السطر. اوكي، فلو نرجع هنا، لاحظ لنفرض انه عمل الفورك، وبعدين البيرنت جاته فانكشن اسمها wait، فهذه الويت حتنتظر الى ان يخلص التشايلد. اذا خلص التشايلد حيكمل سطور البرنامج، او يكمل الكوماندز الموجوده في المين بروجرام او البيرنت. اوكي، فهذه طريقه من طرق السينكرونايزيشن. اول خطوه في السينكرونايزيشن انه برنامج ينتظر الثاني، فيعطي الاولويه للتشايلد انه يكمل، بعدين يتابع البيرنت، عشان لا تحصل مشاكل، لانه في مشاكل ممكن تحصل اذا البيرنت كمل وما انتظر التشايلد. اوكي، طيب تعال نشوف كيف نعمل الويت. فبدل سليب هنا اقول له ايش احتاج الى اني اعرف status integer. فاجي هنا على البرنامج، البرنامج الأساسي، أقول له عندي
هنا integer أسميه status، و child بدل السليب هعمل له comment وأقول هنا wait و pointer إلى status أو أدخل البوينتر حق الستاتس. فالآن الشايلد مهما تأخر حينتظر البيرنت إلى أن يخلص وبعدين يكمل. والدليل لاحظ الآن لو قلت هنا sleep 5 second الشايلد حيتأخر 5 second، البيرنت حينتظر هذه 5 second بدون ما أحتاج أغير في الكود حق البيرنت. لاحظ الآن طبعا قال لك wait did not mean wait didn't mean you mean اوكي ما ضفت اللايبراري حقتها. لاحظ اللايبراري هنا عندي stdio systypes unistd، انا هنا محتاج systypes موجودة ولكن احتاج الى برضو syswait، فكمان اجي هنا مرة ثانية أضيف اللايبراري include، طبعا في أي مكان قبل أو بعد ما تفرق، include syswait.h. الآن أحفظ وأعمل compile من جديد ونقول main.c، والاوبوت نبغاه ملتي بروسيس اندرسكور ويت. فملتي بروسيس الاول او البرنامج الاول بدون البرنامج هذا باستخدام السليب حينتظر 1 سكند، البرنامج هذا حيعمل ويت الى ان ينتهي تشايلد وبعدين يكمل. تعال نشغل هذا البرنامج ملتي بروسيس ويت، ننظف الشاشه. الان لاحظ 1 2 3 4 5 الان يكمل، شايف؟ فالتشايلد مهما انتظر وطول البيرنت حينتظر الى ان يخلص التشايلد بعدين يكمل. اوكي طيب، في حالات ثانية تحصل وتتسبب في مشاكل إذا البيرنت والتشايلد ما كان بينهم synchronization، بحيث إنه لنفرض مثلا إنه البيرنت خرج قبل التشايلد، بحيث إنه البيرنت انتهى ووصل إلى كلمة return. لنفرض انه هنا مثلا البيرنت وصل الى return 0 وخرج والتشايلد لسه ما خرج باقي. لنفرض انه التشايلد وصل الى return 0 او وصل الى exit رقم وما أعطى سيجنال للبيرنت، هتحصل مشاكل، وهذه المشاكل لها طرق وحلول هنشوفها إن شاء الله.